كل ماتش بشوفه بذكره. ده كاس مكتوب على كل الناس. يومك يا كاس، يومك يا كاس النهارده. من النادر انك تلاقي جمهور الكرة المصرية بيجتمع على حب واحترام لاعب معين. الطبيعي انك تلاقي جمهور كل فريق بيفضل نجومه على نجوم الفرق المنافسة، لكن احمد الكاس كان حالة فريدة واستثنائية، فريدة بمهاراته واهدافه واستثنائية باخلاقه وادبه داخل وخارج الملعب. احمد الكاس او كاسو، وده كان لقب الشهرة بابن النوبة، واحد من صناع وكتاب المجد القروي المصري طوال تاريخه، واحد من أعضاء نادي المئة في الدوري المصري، الهدف رقم 6 في تاريخ الدوري المصري بعد حسن الشاذلي وحسام حسن ومصطفى رياض والسيد الدزوي ومحمود الخطيب، واللي سجل خلال مسيرته 107 هدف في بطولة الدوري العام و25 هدف دولي خلال 112 مباراة دولية، واللي كانت بدايته مع أشبال نادي الأولمبي مع الكابتن سيد شارلي، وخلال فترته مع الأولمبي انضم الأول مرة لمنتخب مصر الثاني مع كابتن أحمد رفعت. مايكل سميث المدير الفني للمنتخب المصري الأول في الوقت ده أعجب جدا باللاعب أحمد عبده، واللي خد اسم الكاس من نجم الأولمبي السابق محمد الكاس، وضمه للمنتخب الأول وشارك ضد تنزانيا في دورة الألعاب الإفريقية لعام 1987 وسجل هدفه الدولي الأول في المباراة الأولى. أحمد الكاس اللي تلقى عروض احترافية من اليوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي بعد تألقه مع منتخب مصر في مونديال 90، لكن نظرا لوفاة والدته رفض الاحتراف وفضل العودة لمصر، ولعب للاتحاد السكندري ثم انتقل لنادي الزمالك في انتقال مهم وتاريخي للاعب. أحمد الكاس واحد من اللاعبين اللي حفروا اسمهم بحروف من نور في سجلات كتب الكرة المصرية، واللي هنعرف منه كواليس وأسرار هتعرض لأول مرة، كمان هنعرف منه رأيه في الكرة القدم المصرية حاليا ورحلته كمدير فني لعديد من الفرق. كل ده وأكتر مع عمر ربيع ياسين وبرنامج نمبر 1. برحب بحضراتكم من جديد. حلقة قوية جدا، حلقة يعني وقاعد معايا واحد كده تقيل تقيل في شخصيته، تقيل باحترامه بأدبه بنجوميته، متألق جدا 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 سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية. طبعا هو ما بيظهرش كتير وحابب يركز في يعني الحياة التدريبية كده علشان خاطر يكمل بسم الله ما شاء الله في مسيرته مع نادي سماد أبو قير أو حتى غيره. بسم الله ما شاء الله مميز، بدأ من دوري الدرجة الثانية، وأكيد طبعا يعني هنتكلم معاه في أمور كتيرة جدا جدا. لكن السؤال اللي أنا عايز أبدأ بيه بعد ما رحب بيه هو ليفانس وتشيلسي، هل فعلا ليفانس وتشيلسي كانوا بيتفاوضوا مع كابتن أحمد الكاس؟ كابتن احمد برحب بحضرتك في البدايه، طبعا شرفتني منورني ومستمتع جدا جدا بوجودك معايا حبيبي يا كابتن عمر. انا اللي سعيد جدا بيك وسعيد لانك انت غالي ابن الغالي يعني. اه والله كابتن احمد ربنا يبارك في حضرتك. يعني يوفنتوس وتشيلسي فعلا كانوا بيتفاوضوا مع كابتن احمد الكاس؟ اكيد يعني الحمد لله رب العالمين. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اسمح لي الاول اشكر طبعا الكاست بتاعك، العمل الحلقه الجميله قوي دي، وانا مش ما كنتش متخيل انها هتبقى بالشكل. انا قاعد عمال بسترجع كده، فكرني بحاجات كتيره جدا كانت غايبه عني او ما كنتش شفتها، فانا حتى وانا قاعد عمال ابتسم واضحك بفتكر حاجات حصلت كتير قوي. طبعا كل الشكر طبعا ليك وللجميع الزملاء طبعا، لكن في الاول والاخر بقول لك يعني ان حته موضوع تشيلسي واليوفنتوس ده فعلا ده الحمد لله يمكن جالي ونجالي حتى كمان بعد كاس العالم، يعني مش من اثناء كاس العالم بس. نادي تشيلسي يمكن موسم 91 حتى بعد انتهاء كاس العالم كان كلموني، لكن كلموني في البيت، ما كانش في ايامها فيها تليفونات الموبايلات والكلام، كان التليفون الارضي والكلام ده. فكلمني واحد من لندن هناك وقال لي في كذا 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 والنادي عايز يتعاقد معاك والكلام ده كله، وتعاقد معايا 5 سنين. قلت له 5 سنين كتير، انا بتلكك مش عايز اروح. فكان والدي كان موجود، قال لي طب ما اعرفش، طب خليهم. الراجل قال لي طب خليهم 3 سنين. قلت له لا 3 سنين كتير. فقال لي ده احنا اقل عقد بيتعمل لك 5 سنين، فما ينفعش انا 3 سنين هتبقى انت الحاله الاستثنائيه اللي موجوده. فقلت له لا. قال لي طب انت عايز ايه يعني؟ قلت له عايز سنه واحده. قال لي ما ينفعش. طبعا انا كنت بتلكك عشان امشي، لان كنت عارف، كنت ساعتها كنت فقدت اغلى حاجه بالنسبه لي، يعني كانت ام الله يرحمها كانت حاجه بالنسبه لي، يعني مش عايز اقول لك يعني بالنسبه لكل كل واحد يعني امه دي تبقى احلى يعني احسن حاجه في الدنيا. فانا فقدتها كمان خارج الوطن، يعني انا حتى ما حضرتش دفنتها. يعني كنت مع منتخب مصر في اسكتلندا، وبعدين من اسكتلندا طلعنا على رومانيا، طلبت من الكابتن جوهري ان انا اثناءها كنت اتصبت،
فطلبت منه ان انا يعني انزل اشوف والدتي اللي كانت تعبانه واشوفها وابقى موجود مع اسرتي، انا كده كده مش هلعب ماتش رومانيا. فقال لي لا انت هتيجي معايا. طبعا كنت بتصل بيها وبطمن عليها. رحت رومانيا واتمرنت معاهم. طبعا كانوا هم كل البعثه كانت عارفه كابتن جوهري وكابتن فتحي مبروك، كل الناس كانوا عارفين، عرفوا ان والدتي توفت وتبلغ لهم، بس ما قالوليش. قالوا لي بس وانا احنا نازلين كده على على مطار القاهره، فقالوا لي في حاله وفاه في كذا 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 والدتي. فكان بالنسبه لي انا كان صعب قوي. انا يمكن مرتبط دايما عائليا، مرتبط بالبيت بالاسره، مرتبط باخواتي، مرتبط حتى بمراتي وبناتي، في الارتباط ده يعني احبه قوي. لما بيحصل الفصل ده يعني عارف مش عايز اقول لك يعني حصل زي كسره كبيره جدا. طبعا كان والدي كان موجود فكان صعب ان انا اسيبه، يعني في مرحله كان صعب جدا. حتى لما سبت الزمالك وجيت كان بسبب برضك والدي ان انا ما ينفعش ان انا اسيبه، كان في حاله صحيه كان محتاج ان انا ابقى موجود معاه. فطبعا الاولويه بالنسبه لي انا اسرتي وعيلتي دي اهم حاجه، يعني ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى بيت احمد الكاس ثم بدعاء والدي ووالدتي يعني. بس كابتن ماتش اسكتلندا حصل حضرتك اصابه صح كده؟ انا اتصبت يعني وده كان من ضمن الحاجات اللي كانت مؤلمه قوي، لان انا عارف ان والدتي دايما على طول حتى في اثناء مباراه الدولي تقعد تتفرج، اهم حاجه طب ابعد عن ده ابعد عن ده، يعني عارف اقول لها ما ينفعش احنا دي كوره لازم ادخل. فانا عارف ان هي بتبقى قلقانه وحاولت ان انا اكلمها حتى من رومانيا، حاولت ان انا اكلمها من هناك. صعب يعني. طب البيت خبوا على حضرتك لما توصلت معاهم؟ ما انا يعني ما المنتخب والجهاز خبوا على حضرتك علشان خاطر تبقى موجود معاهم وتركز في مشوار المنتخب. لما حاولت تتواصل مع البيت ما عرفتش في رومانيا، حاولت ان انا اتصل بيهم عشان اطمن والدتي ما فيش، وعرفت لما جيت ان هم كانوا شايلين فيش عشان ما يردوش. لكن في الاول والاخر ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، فالحمد لله على كل شيء. لكن انا مش حزين، بالعكس انا سعيد ان انا بقول الكلام ده كله، وسعيد ان انا ضحيت بتشيلسي عشان خاطر اسرتي. بس يا كابتن يعني اليوفنتوس كان حصل نفس الاتصالات مع حضرتك؟ بس كان عن طريق وكيل لعيب، هو اللي وكيل لاعبين كان عن طريقه هو اللي كان موجود وكلمني. بس انا طبعا كان مبدا الرفض كان موجود عندي، لان عارف انا اصلا كاس العالم كنت ممكن ما اروحش، يعني انا لان والدتي اتوفت 21/5 تمام. كاس العالم اول مباراه في كاس العالم 12/6، فاهم قصدي؟ الفتره دي كلها كنا احنا المفروض اعداد وهنسافر، كان صعب قوي ان انا كنت اسافر، لان انا حتى طلبت من كابتن جوهري كان اياميها موجود معانا، فقلت له كابتن جوهري ما تعملش حساب في كاس العالم، انا مش هسافر. قلت له كده كابتن جوهري؟ اه والله. طب كان رده عليك ايه؟ لا قال لي لا ما فيش الكلام ده كله، انت موجود معانا. كان بامانه يعني كان وزير الشباب والرياضه كان اياميها دكتور جمال الدين، بامانه واقف وقفه كبيره جدا. زمايلي معايا اللي كانوا في المنتخب ما سابونيش خالص، وقفوا معايا وقفه كبيره جدا. يمكن عرفت بعدها بقد ايه يا كابتن؟ بيومين لما وصلت، مجرد ما احنا وصلنا على مطار القاهره كابتن فتحي مبروك بلغني والدتك اتوفت والكلام ده كله وشد حيله، فكان صدمه صعبه قوي يعني. مين كابتن من اللعيبه اللي واقف معاك واكيد حضرتك يعني كان نفسيا حضرتك كنت اكيد مدمر، اكيد بقى نفسيا انت مش مركز اصلا في الكوره خالص. والله انا مش عايز اقول لك كل اللعيبه، يعني كل اللعيبه بما فيهم حتى كابتن بابا يعني الكابتن ربيع ياسين، علاء ميهوب، اسماعيل يوسف، كان احمد رمزي، اشرف قاسم، شوبير، كلهم بامانه ما كانوش بيسيبوني، يعني حتى اللحظه ان انا ممكن ابدا افكر فيها، فما قصدي كان على طول متواجدين معايا، يعني الاوضه بتاعتي دايما كانت بتبقى مليانه، لان انا زي ما بيقولوا القهواجي بتاعهم اللي انا بعمل لهم الشاي والكلام ده كله. انا عارف انك بتحب الشاي جدا يا كابتن. فكان المحطه الموجوده عندي، فكانوا ما كانوش بيسيبوني بامانه. ودي كانت من الارتباط اللي كان الحاله اللي كان عاملها كابتن الجوهري خلال المنتخب كله، يعني كنا بنتعامل كاسره واحده، قاعدين بيتين واكلين شاربين مع بعضينا، ما بنخرجش خالص، كل علاقاتنا مع بعضينا، خايفين على بعض، حابين بعض، ولغايه حتى دلوقتي مستمرين في العلاقات الطيبه دي. دي والدتي الله يرحمها، وده والدي الله يرحمهم، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى، يعني هم ليهم الفضل على احمد الكاس اللي هو موجود هنا قدام الناس كلها اللي بيطلع في التلفزيون. لولاهم ما كنتش هبقى احمد الكاس خالص. بس كابتن يعني بعد اصابه اسكتلندا كانت هي الاصابه دي او اللقطه دي كانت اثرت على والده حضرتك؟ لا، هي اصلا كانت مريضه واخد بالك، وكانت بتتابع يعني، حتى لما كنت بسافر كان انا كل معظم فلوس اللي كنا بناخدها بوكيت ماني في الفلوس كنت بضيعها في الاتصالات،
لكن كنت بتصل بها من اي حته، يعني اي حته لازم اروح اتصل بعد كل مباراه بنلعبها اتصل بيها. انا الحمد لله كويسه، ما انت مش محتاجه حاجه، لا طب انت إيه؟ طب روح للدكتور، لا ما تيجي انت توديني في الدكتور. كانت انا لازم انا لو كنت انزل. عندك اخوات يا كابتن احمد؟ انا ليا اخين، يعني ليا اخت الله يرحمها توفت، وليا اخ كبير برضك توفى الله يرحمه. بس على كان المعزة الكبيرة اللي والدة حضرتك هو كابتن أحمد الكاس. طبعا طبعا. طيب مين دول بقى كابتن؟ دول الحمد لله رب العالمين، ربنا أنعم عليا بجيداء بجنى الكبيرة في تانية إعدادي، وجيداء جيدة عشان قالت لي ما تقوليش جيداء، هي اسمها جيداء. ده كان تكريم يوم يا كابتن؟ لا ده كان في المدرسة عندهم في نوتردام دي سيون، كانوا عاملين زي لقاء معايا وعلى اساس ان كان كاس العالم قبل كاس العالم وكانت زي بيستضيفوا النجم من كاس العالم. احلى تكريم احلى تكريم ليهم طبعا ان يكون النجم. ربنا يخليك. الحمد لله ربنا رزقني بيهم، وطبعا بمراتي يعني ربنا يخليها لنا. ربنا يبارك في حضرتك. كابتن احمد ما رحتش الاهلي ليه؟ اولا بص اقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه ما فيش حد يعرفها او يمكن تكون مثلا اول حاجه تعمل ان شاء الله. اول حاجه انا سنه 88 على ما اعتقد كان حصل اتصال بيا، وكان معايا شخص ما تعالى النادي الاهلي عايزك، وفي قعده مع كابتن صالح سليم الله يرحمه. ودي انا اول مره اقول الكلام ده. طب ما طالما هي اول مره كابتن، مين الشخص بقى كمان؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. فكنا قاعدين عند في مكتب كان مدير الكوره ساعتها وشخصيه معروفه، رحنا له عنده. بامانه كابتن صالح دخل، انا كان بالنسبه لي انبهار كابتن صالح سليم، حاجه قيمه كبيره جدا، كابتن النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي، حاجه كبيره بامانه. طبعا. وانا لسه عيل صغير يعني 22 سنه ولا لسه عيل. فلما دخل انا انبهرت بيه، يعني قيمه كبيره جدا وحاجه عظيمه يعني. فدخل بسيط، هو جميل قوي، دخل ازيك يا كابتن احمد عامل ايه تمام. فقال لي هنتكلم على طول. قال لي بص انا ما بنزلش لحد، بس انت عشان انت ولد بذل نفس اللفظ، عشان انت ولد لعيب كويس انا نزلت لك، بس اهم حاجه تقول لي انت حابب النادي الاهلي ولا لا. فانا بالعفويه قلت له بس اهم حاجه النادي الاهلي يكون حابب ان انا ابقى موجود عنده بالعفويه، لكن الامور ما تمتش. لكن كان انا بعتبره ان هو كان لقاء محترم قوي. بس ما تمتش ليه يا كابتن احمد؟ لاسباب انا مش ما ينفعش ان احنا ناخد فيها، لان كان خلاص يعني الموضوع انتهى خالص. لكن اللي عايز اقوله لك ان كان 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 في احترام كبير قوي من قيمة كبيرة جدا في كابتن صالح سليم الله يرحمه. راجل صاحب مبادئ وقيم جميلة قوي، ما بيغصبش عليك يعني، فاهم قصدي؟ يعني كون ان يستشير واحد مثلا جايبه عشان هو كده كده عايزه، ما يقول له خلاص احنا عايزين فاهم قصدي او تعاون او قداد والكلام ده، لا اهم حاجة طب انت حابب انك انت تبقى موجود عندنا في النادي الاهلي؟ طبعا اكيد، بس اهم حاجه يكون النادي الاهلي حابب. انا بتكلم في التواصل ده، انك انت في فرق بانك انت رايح عشان تلعب وانت حابب، وفرق بانك انت رايح مجرد ان هي مهنه وتشتغل فيها، ودي الطمع الكبرى اللي موجود عندنا فيها. بس حضرتك رحت الزمالك يا كابتن، هقول لك يعني رحت الزمالك. رحت الزمالك يعني. هل حضرتك بقى كنت حابب تلعب في الزمالك اكتر؟ انا برضك اللي مفيش حد يعرفه، انا برضك من صغري عمي الله يرحمه اسمه احمد عبد العزيز الله يرحمه، يعني ده كان كبير العيله، ده كان بيلم العيله كلها كل يوم جمعه، كنا لازم نروح عنده، وزملكاوي وكل العيله موجودين عنده. فبطبيعه الحال كان زمان كان كل يوم جمعه في ماتش للاهلي او الزمالك في داخل القاهره. فطبعا ماتشات الزمالك نبقى قاعدين طبعا حضر لنا غدا كان على الطبليه، وبيجمع كل اخواته طبعا وعمامي، وانا طبعا ولاد عمامي ولاد عماتي، كنا على طول في القعده دي عشان نقعد ونتفرج على الماتش. فحبينا نادي الزمالك من خلال انا حبيت نادي الزمالك من خلال عمي، نادي الزمالك ده كويس ونادي كذا، حتى كان بيحرضني ان انا كنت في الناشئين الاولمبي، يقول لي لا سيبك من الاولمبي روح نادي الزمالك، روح هناك هتلاقي الزمالك و الكلام ده. فكنت بتفرج على الكابتن فاروق جعفر، الكابتن طه بيصري، كابتن الخواجه، قمم. فكنت بستمتع بالكوره، فانا حبيت نادي الزمالك لان في الكوره اللي انت ممكن تقدر تلعبها. فمن صغري انا حبيت نادي الزمالك.
فده قلب كتير جدا اللي خلاني ان انا ممكن لما تعاقد مع نادي الزمالك لما اجي اتكلموا معايا. مين اتكلم معاك منهم كابتن؟ كان في الاول كان الله يرحمه جورج سعد. كلمنا وبتاع، وبعد ما خلاص استغنى طلعت من الاولمبي، والدي رفض قال لك لا انا مش لازم ترجع للاولمبي وبتاع. فانا طبعا امتثلت القرار الوالد وقلت له خلاص انا ما فيش مشكله. طب هو رفض الزمالك ليه؟ يعني حضرتك رفضت مش الاهلي؟ هو عشان هو اولمباوي. لا عشان اولمباوي، والدي اولمباوي. اولمباوي يعني انا كمان اولمباوي، انا اولمباوي بحب الاولمبي ثم الزمالك، انت فاهم ازاي؟ فهو قال لك لا انت لازم تفضل في الاولمبي. فطبعا امتثلت طبعا للوالد قلت له خلاص اوكي. انا حضرتك ما ناقشتوش حتى؟ ناقشته ودخلت معاه في جدال لدرجه ان انا عايز اقول لك ان مضيت من ورا منه وتوسطت للكابتن بوري عشان يدخل يكلمه وبتاع ما اعرفش ايه. ورحت انا ايه مش عارف شديد يا كابتن احمد والدي؟ لا مش شديد، والدي عارف صاحبي وحبيبي وعارف بيتعامل معاك من المنطلق ده، مش عايز ازعله. فانا رحت قلت له بص يا حاج انا حصل كذا 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 وانا مضيت على نادي الزمالك. قال لي انا ما اعرفش كذا عارف بقى النوبيين عندنا احنا ووالدي. قلت له لا خلاص بس طيبين يا كابتن. قلت له خلاص انا انت اللي انت عايزه ايه؟ قال لي قلت له خلاص انا في الاولمبي. طب قلت له خلاص انا في الاولمبي. اصلا بص والله العظيم يا عمر انا بكلمك بامانه، يعني عارف ايه لما ترسم ابتسامه على وجه ابوك او امك، انا عندي بالدنيا كلها، لان هم مش عايز اقول لك كميه الدعاء اللي كانوا بيدعوا لي قد ايه يعني. فانا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بوالدي ووالدتي بقيت احمد الكاس، عمري ما كنت هبقى كاس. وطبعا النادي الامي طبعا يعني هو اللي يعني بعتبر بعد ربنا بردك ودعاء امي، النادي الامي ليه فضل عليا كبير جدا جدا ان انا اظهر في الكلام ده كله. قال بولان بعديها طيب ايه؟ قال بولان بعديها شويه؟ لا بس بعد فتره، لان هو هقول لك ليه؟ لان في نقطه مهمه قوي في الحوار ده، ان والدي جه كلم جورج سعد وقال له احمد لو مشي من الاولمبي هيجي نادي الزمالك. قال له ده كلمه منك يا حاج؟ قال له كلمه مني. كان هو المانجر بتاعك؟ لا فقال له لا ده وعد. وفعلا مرت الايام وده اللي خلاني ان انا برضك ما اروحش النادي الاهلي، ارتباطي بكلمه مع نادي الزمالك ان انا ارتبطت. حتى كمان الله يرحمه يعني كان كبير الاهلاويه حاج عرفه وهبه، وده كبير الاهلاويه الله يرحمه، وده كان بمثابه والدي وكان موجود معانا في كاس العالم والكلام ده كله. حتى لما جالي كان عرض الزمالك وكلمني وقال لي طب تيجي وبتاع النادي الاهلي عايزين والكلام ده كله زياده، قلت له يا حاج انا للاسف انا ارتبطت بكلمه مع نادي الزمالك. قال لي يا ابني قايم راح حاضني. قال لي انت ابني ربنا يوفقك. فبتكلم في القيم، انا بدي ده مش عشان اقول امدح فيا او لا 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 لا، انا بتكلم عشان اوريك قد ايه القيم والاخلاقيات كانت متواجده بصفه جميله. يعني حاج عرفه اهلاوي اهلاوي، ومش عايز اقول لك الله يرحمه يعني بيعشق حاجه النادي الاهلي. لما جه قال لي في كذا وهندي لك ازيد واو او الناس هتدي لك ازيد واو والكلام، قلت له والله انا مرتبط بكلمه وانا كلمتي مع الواد فما ينفعش ان انا ارجع فيها. قام حضني وبسني قال لي انت فعلا ابن كده روح ربنا يوفقك. انا بتكلم في قيمه طبعا، في قيمه الراجل ده الله يرحمه. هو طبعا في دار الحق واحنا لكن شوف قد ايه الاحترام والقيم، انك انت بتحترم اللي قدامك وتحترم رغبه هو ده اللي احنا بتحترم. بس يا كابتن احمد كل الحب لنادي الزمالك وكلمه حضرتك اللي خلتك ما تروحش الاهلي وفي الاخر رحت الزمالك، لكن كابتن احمد الكاس فين من نادي الزمالك لحد دلوقتي؟ انا كابتن لو مسؤول كابتن احمد الكاس ده لازم يكون في حته كده يعني ما حدش لا بالحب بالاحترام ده حضرتك يعني نجم كبير جدا مع نجوم كتيره في نادي الزمالك، لكن الغريب ان حضرتك مش موجود ابدا يعني على مر التاريخ كده. نبص في الناحيه الاداريه بعد ما بطلت كوره كابتن احمد الكاس مش موجود. ممكن يبقى عيب مني ان انا ما بروحش نادي الزمالك كتير، مش متواصل، يمكن عشان انا مقيم في اسكندريه، ممكن تبقى الاسباب دي. لكن انت بص عمر في نقطه مهمه قوي، اللي بيحب بيدي مش منتظر حاجه. يعني انا حابب نادي الزمالك وبحب نادي الزمالك، انا مش منتظر ان انا اشتغل في نادي الزمالك، مش منتظرها، لكن عن نفسي اشوف نادي الزمالك في حاجه كويسه، ان هو يبقى في مكانه كويسه وان هو بيحصد بطولات و دي بالنسبه لي حاجه بتسعدني. مش شرط ابقى موجود، يعني مش شرط ابقى انا موجود عشان ابقى موجود مع في نادي، لا لا لا، انا طالما بتحب حد فربنا يوفقه او تدعي له. هو ده الاساس اللي الناس يمكن ممكن بعض الناس تبقى متجاهله الكلام ده. حضرتك كنجم ومشجع ومدرب، هل حضرتك راضي عن اداء نادي الزمالك بعد الفوز بلقب السوبر الافريقي واللقب السوبر المحلي وكمان ان شاء الله على اعتاب الصعود
ليه دور قبل النهائي في بطولة افريقيا؟ خلينا نتكلم بواقعية وبشفافية. اولا لو بصيت نادي الزمالك يمكن في مسابقة الدوري العام يعني مش محقق شكل مش نتائج حتى شكل الاداء مختلف تماما مش كويس. عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن في الدوري عامل فرقه كويسه وفي شكل للنادي الاهلي ما بين هجمات ما بين دفاع ما بين انك انت ازاي عايز تكسب الكلام ده كله في شكل النادي الاهلي. يمكن نادي الزمالك يمكن ما فيش، يمكن افرادا كويسين انما كجماعيه مش باين قوي. لكن انا سعيد ان هم حصدوا بطولتين لان بطولتين كانوا صعبين قوي في ظل ممكن في غياب بطوله الدوري اللي هي ممكن تبقى مش متواجده بنسبه كبيره جدا. فكون انك انت حصلت بطولتين فاعتقد ده حاجه كويسه. البطوله الاولانيه يمكن الهدف الاولاني في السوبر مع السوبر الافريقي مع الترجي اعتقد ان ده كان مهم قوي. الهدف الاولاني فرق كتير جدا مع النادي الزمالك ادى لهم ثقه و الكلام ده كله وقدر ان هو يعود للمباراه وعمل مباراه كويسه جدا. السوبر مع النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن مع احترامي طبعا الكاميرا مش لا انا بتكلم بشفافيه وفنيا كابتن وفنيا كمان النادي الاهلي كان نازل كان واثق انه هيكسب وكل مصر كلها كانت عارفه ان النادي الاهلي هو كان الافضل وهو الاحسن وهو الكلام ده كله من خلال ادائه من خلال مشوار الدوري. نادي الزمالك ما كانش بالصوره اللي احنا الناس كانت مش مطمئنه، لكن كان نادي الزمالك كان خايف، كان عامل حساب للنادي الاهلي، كان محترم النادي الاهلي قوي عكس النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي كان داخل بنوع من الثقه شويه ان هو ضامن ان هو هيكسب، هجمه تضيع ما فيش مشكله هجيب الثانيه تضيع هجيب الثالثه، عنده ثقه لان هو عنده امكانيات الفرقه كلها شكلها كويس وبتلعب كره جماعيه وهم الافضل. الخوف ده اللي خلى نادي الزمالك اللي يحترم الفرقه ويفضل معاه للاخر عشان يوصل لضربات الجزاء، هو عارف قدرات نفسه هو عايز ايه من المباراه. لدرجه مثلا كارتنون لما وصل الماتش انتهى انبسط عشان يوصل لضربه الجزاء واخذ البطوله. لكن في الاول والاخر برضه دي تعتبر بطوله داخله النادي الزمالك ودي حاجه انا اعتبرها حاجه مميزه للنادي الزمالك. طيب انا بكلم الكابتن احمد الكاس الراجل الخلوق الراجل المحترم الراجل اللي اكيد لا يقبل ان يكون في مواقف خارجه عن اطار كره القدم. اللي حصل بعد مباراه السوبر هل حضرتك شفته لائق اخلاقيا يليق بناديين كبار زي الاهلي والزمالك من تجاوز في اللعيبه في حق بعضها؟ برضك خليني برضك نتكلم بامانه. تمام. اولا مفيش حد ينكر ان النادي الاهلي والزمالك دول قطبي الكره المصريه طبعا ودول من اكبر الانديه اللي موجوده في نادي الزمالك مع احترام طبعا لبقيه الانديه اللي موجوده كلها. لكن لما نيجي نبص في عوامل كتيره جدا خلت ان الامور تبقى مش احلى. الاعلام، السوشيال ميديا، اللعيبه ذات نفسها داخل الملعب. اللعيبه داخل الملعب اهم من اي حاجه. علاقتي مع اللعيب ايه؟ احنا علاقه تربطنا. انا هقول لك على موقف وده برضك اول مره اقوله ومن سنين يعني مثلا من سنه 96 لغايه ده يعني كانت علاقتي طبعا مع حسام وابراهيم دول اخواتي وحبايبي مش عايز اقول لك يعني حتى كنت بروح عندهم وهم بيجي عندي في البيت ولغايه وقتنا هذا علاقتي الحمد لله معاهم كويسه. انا وحسام اتعاركنا في سنه 96 موسم اتعاركنا في الملعب. اتخانقتوا يا كابتن مع بعض؟ اتخانقت انا وهو بس ايه؟ بزعيق بينا وبعض حد حس لا. بس ايه اللي حصل يا كابتن معلش؟ بس انا عايز اظبط في الموقف ده. اسمعني بس انا بتكلم في ايه؟ شديت انا وحسام مع بعض برغم ان احنا حبايب واخوات واصحاب وزمايل. ما انا اسف كان حسام حسن قيمه كبيره جدا وما زال فاهم قصدي؟ كان وارد قوي انه كان ممكن يسخن الجمهور ويعمل الجمهور ده على على عليا وارد ان انا كنت ممكن اهيج جمهور الزمالك عليه. ده كنت اهلي وزمالك اه كان اهلي وزمالك كنت مع الزمالك. انا اتخانقت مع حسام في الملعب فاهم قصدي؟ ما فيش حد حس بيني وبينه وقعدنا شد وبعد كده اتصالحنا. طبعا اللي اقصده ايه؟ دورك انت في الملعب مهم قوي ان انا ما استسرش كمان الجمهور، الجمهور زي اوريدي بجانب السوشيال ميديا اللي موجوده دلوقتي. فانا خلينا نتكلم بصراحه الامور كانت متوتره بشكل مش كويس فاهم قصدي؟ اللعيب ليه دور والجمهور ليه دور والاعلام برضك ليه دور مهم قوي في ان انا لازم ارتب. انا يمكن واحد كلمني او بعت لي بوست كده على الواتساب من لجنه الرواد عندنا في الاولمبي ان 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 ان, إن جماهير الاهلي او جماهير الزمالك بتعتزل النادي الاهلي وجماهير الاهلي بتعتزل نادي الزمالك. انا انبسطت قلت يا رب ده يبقى موجود في الملعب لكن مش موجود. الانتماء جميل، انا بنتمي للنادي الاهلي بنتمي للزمالك جميل جدا انتماء جميل جدا فشجع فرقتك حب فرقتك وعايز فرقتك تكسب جميل قوي
انت مالك من الفرقه الثانيه تشتمل ايه؟ ايا كان بقى سواء اهلي او زمالك. ما بتكلمش في الاهلي هو اللي غلطان او زمالك، خلينا نتكلم بشويه. انت احنا 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 بنتفرج على اوروبا. احنا بنتفرج عشان نتفرج ولا نتفرج عشان نتعلم؟ للاسف عشان نتفرج، للاسف يا كابتن. وحتى لو المفروض احنا لازم نتعلم منهم. وهنفترض ان احنا بنتفرج عشان بس مجرد الفرجه. طب انت بتشوف مثلا، انا اسف يعني، برشلونه وريال مدريد بيطحنوا بعض في الملعب، انما بعد الماتش ايه اللعيبه بيعمل ايه؟ على بعض وحبايب واصحاب. انت فاهم ليه؟ لان في الاخر ده دوري الاسباني. حتى لو فرق جايه من بره او لعيبه جايه من بره، ده من اسبانيا. يعني بيمثل منتخب اسبانيا. احنا برضك كده. انا نفسي ان احنا الاهلي والزمالك يمسكوا يطحنوا بعض في الملعب على الكوره بدون اذى، فاهم قصدي؟ لكن يخرجوا بره وهم بعد الماتش بتاع. انا جالي برضك النهارده بوست جميل قوي في بايرن ميونخ تقريبا في المانيا، هوفنهايم وبايرن ميونخ النهارده. ايه ده؟ ايه قمه الرقي في الاخلاقيات؟ ان الجمهور هو اللي بيشتم، الفرقتين يقفوا عشان يباصوا مع بعض في اخر 10 دقائق عشان يقول لهم دي كره قدم في الاول والاخر، مش مصارعه، مش معركه، دي منافسه. في فرق بين منافسه، فرق بين المعركه. ده انا نفسي ان ده يوصل للناس، ان دي فيه منافسه. انا عايز فرقتي تكسب، لكن انت فرقتك كسبت مبروك خلاص، ابقى زعلان لكن هشتمك ليه؟ فاهم قصدي؟ النهارده لما يحصل الكلام ده كله، ده السوشيال ميديا ما تسلطش على الضوء على ده ليه؟ وده نموذج فعلا للرقي، ان اللعيبه داخل الملعب فرقتين، جمهور بينادي بالعنصريه، الفرقتين يقفوا عشان يلعبوا مع بعض في اخر 10 دقائق عشان نقولهم في الاول والاخر دي كره قدم، مش حاجه. طب يا كابتن احمد، لو سالت حضرتك عن كهربا وشيكابالا واللي حصل من عقوبات ضدهم وتصرفات داخل الملعب، لو حضرتك علقت لي عليهم تقول لي ايه؟ انا مش يعني برضك انا ما اضمنش الظروف، لان انا عارف شيكابالا كويس قوي، ولان اتمرن معايا في المنتخب العسكري. شيكابالا من اطيب القلوب اللي موجوده في لعيبه مصر كلها. طيب جدا، ما بيشيلش من حد، لكن اللي ما فيش حد يعرفه ان هو كان يعني والدته هي اللي ربته، واي واحد فينا مش ما يحبش ان حد يهين بوالدته او يشتم والدته، فاهم قصدي؟ مش ببرر برضك، مش ببرر شيء لشيكابالا، لا، لكن في الاول والاخر في غلط من شيكا، غلط في غلط من جمهور النادي الاهلي، في غلط من جمهور نادي الزمالك تجاه، في غلط من اللعيبه مع بعضيها، انا لسه كنت بتكلم فيها، فبقول لك كلهم مشاركين، فطالما في عقاب يبقى عقاب على الكل. انما انا اوصل للعقاب ليه؟ انا في الاول والاخر بلعب كره قدم، دي منافسه بيني وبين فرقه ثانيه ايا كانت الفرقه، فاهم قصدي؟ انا عايز اكسب وهو عايز يكسب. مش داخل معايا سلاح عشان اموت زميلي، لا، ولا ما ده في الاول والاخر مصري، بنمثل منتخب مصر في الاخر. فانا ما بحبش اتكلم في الحته ديت، لان مش حابب، لان احنا هنتكلم بصراحه اكتر. السوشيال ميديا وسعت المجال، اللعيبه ليها دور زي ما قلت لك برضك، وسعت المجال، الاعلام وسع. كابتن احمد، يمكن حضرتك ليك كده معزه في قلوب الجماهير، ربنا يخليك. هنروح كده نسمع ونشوف الجمهور بيقول ايه مع الكابتن احمد الكاس، ونرجع نكمل معاكم، خليكم معانا. كابتن احمد الكاس ده الغزال المصري، ما حدش يقدر يقول غير كده. كان جيل من اجيال العظماء، الناس اللي ادت روحها وفنها ولعبها وكل طاقتها للكوره. احمد الكاس ده راجل محترم طبعا، وليه بطولات، ومن الناس النوادر اللي احنا نتلاقيها في اللعيبه بتاعت الايام دي طبعا، يعني اكيد يعني حد محترم جدا، تقريبا من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ الزمالك او جم في منتخب مصر. كان قبليها بيلعب مع منتخب مصر، فاكر له ماتش حلو قوي مع الاهلي، احنا خسرنا الماتش ده اي نعم، بس احمد الكاس جاب جون عالمي جدا. كابتن احمد الكاس، يا انت بتفكرنا بذكريات جميله قوي زمان، ايام كاس العالم سنه 90. وعلى فكره انا عايز اقول لك ان احمد الكاس يعتبر من احرف اللعيبه اللي تواجدت في المنتخب في هذا الوقت. من الكباتن المهمه جدا في مصر، من الكباتن اللي طورت في مجال الكوره في مصر طبعا، طبعا تاريخ ما نقدرش طبعا ننكر اي حاجه منه. لا، كان لعيب طبعا من افضل اللعيبه اللي شفناهم واحنا صغيرين سنه 90. كان بيسموا فريق الزمالك ساعتها فريق الاحلام، هو كان من ضمن اللعيبه اللي كانت ساعتها في نادي الزمالك. واحنا بصراحه انا كالهاوي كنت بحترمه كلاعب مهاجم يعني. كابتن احمد الكاس من احرف اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، بس للاسف ما خدش حظه اعلاميا، رغم ان هو طبعا
يعني عمل قصه ان هو راح نادي الاولمبي وساب نادي الزمالك. لو كمل في نادي الزمالك كان بقى ليه تاريخ تاني. بس كابتن احمد الكاس من احرف اللعيبه جت في تاريخ مصر. كابتن احمد الكاس لا غبار عليه طبعا، ده عالم من اعلام الكره في مصر، وكان رمز لاجيال كتير جدا جت بعديه، وكفايه ادبه واحترامه واخلاقه. مرحب بحضراتكم من جديد، لسه مكملين مع نجم الكره المصريه وكاس الكره المصريه كابتن احمد الكاس. كابتن احمد، رايك في منظومه التدريب في مصر في الدوري الممتاز تحديدا؟ ممتاز ايه، الف ولا ممتاز بي؟ ممتاز الف. شايفها ازاي تدريبيا؟ تدريبيا، شكليا، سياسيا، السياسه اللي موجوده بقى والشكل والاسامي اللي بتكون موجوده، وفي مدربين معينين هم اللي بيكونوا موجودين في فرق معينه. انا جيت وسالت حضرتك السؤال ده عشان انا عارف ان حضرتك بتعاني منه، وان الكره المصريه بتعاني منه بشكل عام. فراي حضرتك في ايه؟ بص اقول لك، طبعا في مدربين محترمين وعلى اعلى مستوى لهم كل التقدير والاحترام، لكن في اعتقادي ان في بعض المدربين بيشتغلوا لازم تبقى ليك علاقات عشان تقدر تعملها، عشان تبقى تفضل موجود. ممكن يبقى في كفاءة، بس لازم عندك علاقات تقدر انك انت تتواصل مع الناس، او عندك وكيل لعيب، او عندك حد يقدر يتكلم بالنسبة لك. دي مشكلة كبيرة قوي ممكن تبقى عند بعض الناس اللي ممكن مش متعودة على الكلام ده كله. لكن في ناس عندها اللي يقدر يتكلم، يقدر يتواصل مع الناس والكلام ده. يا كابتن، ما حدش كلمك كده في يوم من الايام قال لك يا كابتن احمد انا عايز ابقى وكيلك علشان نشد حيلنا مع بعض ونضرب في دوري ممتاز، ولا حضرتك اصلا قافل الباب ده خالص؟ لا مش هتتقافل. انا مؤمن بالكلام ده كله، مؤمن يبقى في وكيل والكلام ده كله. لكن مهم قوي انك انت تبقى انت في مكان تختاره تنجز فيه، مش ان انا اشتغل فيه. يعني انا لغايه وقتنا هذا انا بحب الكوره وبلعب كوره لغايه وقتنا هذا، وبحب مهنه التدريب. بحب مهنه التدريب دي انا عايز اروح اعمل طفره. يعني انا عايز اروح اعمل انجاز، مش عايز اروح مجرد ان انا بدرب. يعني فاهم قصدي؟ يعني انا مع يعني لو اتكلمت على السنه دي، يعني انا ما كنت ماسك الاولمبي وما كنتش موافق معاه، فاهم قصدي؟ ورحت ابو ايد اسمده، فاهم قصدي؟ اعتذرت طبعا للنادي الاولمبي و باتفاق بيني وبين اداره النادي اللي كنا لها كل احترام طبعا. وده وارد، انت مش موافق في حته فخلاص اروح في حته ثانيه عشان عايز اعمل انجاز فيها، تقدر تعمل فيها انجاز. قبل كده يمكن وانا عارف طبعا معاك اسلام مجاهد بعد الحلقه ديت في البتاع، اسلام مجاهد كان شغال، كنا شغالين انا وهو مع بعض في دمياط، كان هو مدير كوره وانا كنت مدير فن. عملنا طفره غير طبيعيه في دمياط، ومن احلى السنين عمري انا إن أنا اشتغلتها. ما حسيتش بغربة، حسيت قد إيه بالتفاف الجماهير، الناس كلها محبة إن عايزة. يمكن ما صعدناش بسبب خطأ تحكيمي أثر معانا، بس كنا ممكن نعمل إنجاز غير طبيعي. تقبل يا كابتن إنك تكون موجود مدرب عام لنادي الزمالك في قاعدة فنية أجنبية؟ ما فيش أي مشكلة خالص. توافق يا كابتن؟ طبعًا. بص هقول لك الحاجة، أنا بحب التدريب وبحب إن أنا أتعلم. طالما أنا هستفاد فنيا، هستفاد فنيا ومهنيا، يعني مفيش شك. حتى معلش انا اسف، يعني انت بتدور عشان تبقى كويس، مش بتدور عشان انت المنصب لا لا لا. طب لو مدرب مصر يا كابتن، لو معاك مدير فني مصر كابتن احمد الكاس مدرب عام، توافق ولا ترفض؟ على حسب ما اشوف المدير الفني اللي قدام مني اللي انا هستفاد منه. افرض ممكن مدير فني مثلا، معلش انا اسف، يعني اقل منك، فاهم قصدي؟ مش هستفاد. يبقى انا هشتغل ليه؟ مجرد عشان اشتغل؟ لا، الموضوع مش موضوع ان انا اشتغل. بس حضرتك عارف انك لو اتحطيت في المكان ده في نادي الزمالك بعد كده العروض هتجي لك بالرز. هستاذنك في حاجه برضك قوي، ما ممكن انا اشتغل دلوقتي كده، بس انت معلش انا مش على اي حاجه على اخر الزمن هغير من مبادئك وقيمك. يعني انا عايز اشتغل عشان انا حابب ان انا استفاد واقدر افيد النادي،
مش حاضر افيد النادي يبقى انا باخد فلوس ملهاش قيمه، يبقى انا رايح مجرد ان اشتغل وخلاص. لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان انا بطور من اسلوبي انا في الناحيه التدريبيه، وفي نفس الوقت انا بتعلم. هقول لك على حاجه ثانيه، انا في بعد ساعات بجيب قناه النادي الاهلي، كنت بقعد اتفرج كده وعشان بشوف بعد ساعات تدريبات النادي، بقعد اتفرج بعد ساعات، اقعد اتفرج على ماتشات النادي الاهلي عشان اشوف دماغ المدرب ده بيفكر ازاي. انا حابب ده، حابب انك انت تتعلم، لانك انت ما زلت حتى لو انت، انا اسف يعني، بقيت تهريره في الكوره، لا بتتعلم. مجال التدريب ده بحره كبير جدا، واسع جدا. انا حابب التدريب، فحابب ان انا لما اشتغل مش بشتغل عشان اخد فلوس وبس، لا بشتغل عشان انا حابب واطور من اسلوبي وفي نفس الوقت ابقى ماديات. بتتفرج على فايلر كابتن مع الاهلي صح؟ بعد ساعات بتفرج على تدريبات النادي الاهلي، بعد ساعات بشوف. رايك لا مدرب كويس، مش وحش، لان مش وحش، مدرب كويس، مدرب ولا كويس. مدرب سوبر، هو مدرب كويس، بس انا ايه الميزه اللي عنده وايه العيب اللي عنده؟ هو في ميزه جميله قوي يمكن خارجه عن النطاق الفني، او هي ممكن ان هو هادي، وهدوء ده موصله للعيبه ان هي بتأدي بشكل حماسي كويس قوي، وده شيء غريب. فاهم قصدي؟ انما دايما بتلاقي مثلا في واحد ممكن يبقى عصبي، العصبيه دي بتبقى ظاهره على الفرقه ذات نفسها، انما هدوءه واتزانه فمخلي الفرقه بتلعب حتى بحماس عالي قوي. العيب بيقدر يحط تشكيل كويس. تمام، ده من ضمن المميزات. من المميزات بيقدر يوظف اللعيبه كويس جدا جدا جدا. يعني التوظيف ويقدر كمان يعني ايه زي ما بيقولوا ايه، يقدر يشغل اللعيبه، يعني يدخل لعيبه ويخرجها في اطار ان هي تدخل في دور الفورمه بتاعتها. عنده عيوب بقى؟ مميز فيها. لا انا انت عايز تزعل الناس مني ولا ايه؟ والله يا كابتن، يا كابتن انا بتكلم فنان والله. وانا بتكلم على فكره، خلي بالك، انا بتكلم على مستوى الصحاب. خلي بالك انا بتكلم عادي جدا، وخلي بالك حاجات جميله يا كابتن كاس. ربنا يخليك والله العظيم. عايز اقول لك على حاجه، يعني انا يمكن ان ما تعرفوش، انا رحت لعبت في النادي الاهلي كوره مع بابا. ما كابتن طبعا يا كابتن، رحت لعبنا خماسيات. لا رحت لعبت في قلب النادي الاهلي، في قلب النادي الاهلي رحت فريق شمس. لا مع كابتن ربيع ياسين. فبلاش بابا دي. لا بس كابتن في فريق شمس صح؟ لا رحنا كنا متحدين الكابتن ابراهيم عبد الصمد. هو فريق شمس. فرحت فالكابتن الشيخ ربيع على حاجه قال لي انا بص انا جايبك عشان النهارده تكسبني. عارف تقول لي فرحت. لا اقصده ايه؟ دي حاجه تانية لما ادخل في منافسه، دي منافسه. الماتش تاني انا بحب الزمالك، دي حاجه. ما لما اروح الزمالك لا اللي اقصده، ايه؟ يعني مفيش كره. انا ده اللي انا نفسي ان يبقى متواجد، ان متواجد دلوقتي. احنا بقول لك لغايه دلوقتي علاقات مستمره، يعني حسام مبرين علاقتي معاه مستمره، مع بابا، مع الكابتن شوبير، مع الكابتن علاء ميهوب، مع هاني رمزي. انت فاهم قصدي؟ ما احنا ما دول في الاهلي بس، زمايلنا وحبايبنا ونتواصل مع بعض. يعني يا كابتن مش هتقول عيب فايلر الفني ايه؟ بلاش. طيب خلاص. طيب الاهلي وصن داونز، لو حضرتك شايف المباراه فنيا، شايفها لصالح مين؟ والاهلي ايه اللي ممكن يواجهه تكون خايف منه والاهلي ما يقابلوش عشان تنصحه كده؟ هو بص، اولا خلينا نتكلم ان اولا عمل الوقت، يعني تغيير الميعاد اعتقد ده هيفرق مع النادي الاهلي شويه. يعني لان هم التانيين صن داونز لحد ما يعني متعود على الجو ده، ما بيلعبوش على الملعب الرئيسي بقدر ما بيلعبوا على الملعب التاني. ده برضك من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى مؤثره. لكن المطمئن شويه انك انت كسبان اتنين. تمام، كسبان اتنين بس برضك مش مطمئن قوي. لكن في الاول والاخر بتقول يعني ايه، بنسبة كبيرة جدا ممكن اعدي المباراة دي ان شاء الله. بجانب ان فنيا صن داونز مش زي الاول، عشان نتكلم مش قوي. حتى لما جه يلعب النادي الاهلي، فاهم قصدي، تحس ان هو بيلعب في نوع من التعالي، او مش هو، فاهم قصدي. الشوط الثاني النادي الاهلي كان هايل جدا. كنا ممكن مثلا نحط 2-3-4 نفرق كتير قوي. ده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. ازاي ان انا اتغلب في اول ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه، هيفرق كتير قوي. اطلع بالشوط الاولاني وانا 0-0 ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه جميله. طيب الزمالك وكارتيرون، شايف كارتيرون ازاي فنيا لما حضرتك تتفرج عليه زي فايلر؟ عايزين نعرف مميزات كارتيرون مع الزمالك اللي حضرتك شايفها. ما اقدرش اقول مميزاته لان هو جاي على فرقه هي موجوده. طيب رايك بشكل عام بقى؟ بشكل عام بتلاقي مثلا نادي الزمالك يعني عنده افراد كويسه قوي، بتحصل جمل بيعملوها مع بعضهم، انما مفيش جمل محفوظه. تمام،
تمام. يعني المدرب مش محافظ اللعيبه جمل يعني. لا ما غصب عنه هو برضك انا هو عامل الوقت ده غصب عنه فاهم قصدي. لكن في الاول اخر في مجموعه تقدر تنفذ له اللي هو ايه عايزه من المباراه ديت فاهم قصدي. المباراه بتاعت الترجي مش صعبه ولكن مش سهله لان برضك الترجي مش هو الترجي بتاع زمان مش هو دي انياب الترجي فاهم قصدي. لكن مهم قوي انك انت رايح من هنا انك انت عايز تكسب عندك الرغبه سواء الاهلي او الزمالك عندك الرغبه في ان انا رايح اكسب مش رايح العب على التعادل رايح بمشيئه ان انا اكسب المباراه فاهم قصدي مع الاحتفاظ التام بالنواحي الدفاعيه كويس قوي ده هيفرق معانا. طيب نروح بقى احنا نطير ونسبق الزمالك على تونس علشان نطمن من الباشمهندس هاني زياد عضو مجلس اداره نادي الزمالك على الفريق ان شاء الله وعلى استعداده لمباراه الترجي. الباشمهندس برحب بحضرتك. يا عمر ازيك اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله على السلامه. مين معاك ضيف عشان انا طبعا مش شايف التلفزيون هنا. كاسو كابتن احمد الكاس. يا خبر ابيض بقالي مثلا بتاع 30 سنه ما شفتوش. حبيبي يا باشمهندس. ماشي يا ابو حميد ماشي من يوم ما مستشار مرتضى منصور جالك اسكندريه فاكر؟ طبعا اكيد طبعا يا باشمهندس ربنا يخليك. فاكر؟ طبعا طبعا اكيد. يومين والحاج الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. منورين يا جماعه والله انا بصراحه يعني انا لولا انت يا عمر طبعا وانا قلت لمستشار مرتضى اساسا صدقني ما طالع في اي مداخلات ثانيه خالص يعني. طيب يعني احنا طبعا اوفر يعني بنشكر حضرتك طبعا على تواجدك معانا مجهود كبير جدا جدا مبذول من مجلس الاداره ومن حضرتك علشان تكون موجود قبل الفريق وانك توفر لهم كل سبل الراحه اللي ان شاء الله هيلاقوها لما يسافروا بكره علشان مواجهه الترجي زي ما حضرتك عارف في رادس بتكون مختلفه يعني الشحن اللي احنا بنشوفه الجماهير لكن في الاول وفي الاخر هي كره قدم وان شاء الله مش هتخرج بره الاطار ده لكن عايزين بقى نطمن من حضرتك على اخر الاستعدادات والتجهيزات. بص يا عمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يعني هو الاستعداد للماتش من اول لما كان المستشار مرتضى امر بحكايه الطياره الخاص تمام على اساس ان احنا طبعا في الاجواء دي على طول طياره رايح جاي ما فيش تعب الحمد لله وبحسس انك انت في بيتك صح منقول ورايح جاي فدي طبعا اول حاجه انا شخصيا بشكره طبعا عليها. الحاجه الثانيه طبعا اللعيبه انا يعني لعيبه الزمالك دايما في الماتشات الحاسمه انا دايما بقولها انا دايما بقول كده في الماتشات الحاسمه اللي هي الفاصله دايما نفسهم هو اللي بيبقى طويل والخبرة والأعصاب بتبقى معاهم بدليل الحمد لله نحمد ربنا في الست أيام إياهم الزمالك خد بطولتين غاليتين كاسين كاس السوبر الأفريقي وكاس السوبر المصري فإن شاء الله هنا نبقى بإذن الله نكمل المسيرة. النهاردة برضو اجتماع المستشار مرتضى مع الفرقة وربنا نصره وكان معتاد في المشاكل اللي انتوا كلكم عارفينها طبعا طبعا. النهارده الحقيقه كان بيتشرفنا كان معايا كابتن ايمن حافظ رحنا في بيت السفير المصري الجميل الصديق العزيز وعشره عمر معايا سفير نبيل بيه حبشي طبعا وكان معانا طبعا القنصل حازم غيث هو جنبي على فكره دلوقتي بس مكسوف يتكلم معاكم تحياتنا ليه يا فندم انا بحاول والله ان انا اجيبه بس هو عمال يقول لي لا 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 تمام والحمد لله يعني الاوتيل وكل الحاجات دي تقريبا يعني فندق الاقامه يا فندم تمام من ملعب التدريب الامور كلها ماشيه تمام بس فندم بقى السؤال بقى الكورونا بقى اخبارها ايه عندك؟ والله هو طلعت حاله النهارده بيقولوا بس ما خلاص الحاجات دي مش مشكله يعني بتطلع في العالم كله وبتنتهي ولكن لا لان طبعا الشعب التونسي المحترم شعب راقي وشعب نظيف وعارف الاصول انه من اقرب الدول العربيه اللي قربا لاوروبا في العادات وفي المكان وفي كل حاجه يعني. الحقيقه ما فيش اذا كنا نقول في نرفزه في حاجه ماتشات الكوره كده دايما حاسمها عادي. جمهور الزمالك يا فندم اللي هيكون موجود يا فندم الاهلي والزمالك في مصر ما بيبقى فيهم برضه شحن فانا اعتقد ان الامور دي امور عاديه ماتش كوره بيعدي ده بيكسب وانا طبعا اتمنى ان فرقه الزمالك تكسب باذن الله. طيب عدد جمهور الزمالك اللي هيكون موجود هل في ناس هتسافر من مصر علشان تؤازر الزمالك بجانب الجاليه المصريه اللي موجوده في تونس؟ الحقيقه ما عنديش فكره ما سمعتش عن حاجه زي كده خالص يا عمر خدت بالك لكن هي الطياره باذن الله جايه لنا بكره باذن الله بالبعثه يوصلوا لنا بالسلامه ان شاء الله. طيب يا فندم مكان فندق الاقامه وقربه من الملعب المسافه قريبه؟ لا اصل بص تونس العاصمه احنا في تونس العاصمه هي مش متناميه الاطراف يعني انت بتتكلم ما بين تلت نص ساعه
طبعا مع البوليس والموتوسيكلات والحاجات دي بتخلص بسرعه يعني. صح. لكن بص انت عندك تونس والجزائر والمغرب وطبعا مع الخليج كلها دلوقتي اساسيه عندهم في الكوره زي مصر بالظبط بقت ما شاء الله حاجه جامده قوي يعني. مفيش حاجه اسمها بقى ملاعب زي ايام زمان يعني. يا عمر كان الوالد الكابتن ربيع ولا عارف الكلام من ده بقى صحراويه وملاعب. لا 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 الدنيا اتغيرت خالص. طيب الدنيا اتغيرت كمان ايامك انت يا احمد. من ايام الجاهليه. طيب يا باشمهندس الامن طلب ان هو يغير فندق الاقامه في الاول علشان بس زمالك. بقول لك ايه تاخد مني نصيحه دوس على الكلام من ده وماتش ان شاء الله يعدي ما بين بلدين شقق. طيب خلاص وخلاص ودوس على كلام طيب. من ده ماتشات الكوره دايما بيبقى فيها الكلام من ده. اسال احمد الكسر. احمد الكسر ده تاريخ عندك ياما هيقول لك. طب يا فندم السفير مش عايز يتكلم. سياده السفير مش عايز يتكلم برضو. لا القنصل مش عايز يتكلم. بكره ان شاء الله خلاص كده ممكن مع انا اخلي عراقي يضغط على حضرتك علشان خاطر يضغط عليه عشان يخش معنا بكره ان شاء الله. ماشي يا باشمهندس بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. باشمهندس هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك واللي موجود حاليا في تونس بيجهز ل ان شاء الله سفر نادي الزمالك بكره لتونس واستعداده لمباراه الزمالك والترجي. طبعا ارجع مع حضرتك لمباراه الزمالك والترجي. شايف ان شاء الله الامور هتعدي على خير وان الزمالك قادر على الصعود علشان حصل احداث هنا في نهايه المباراه زي ما حضرتك عارف. شحن من المدرب شحن من اللعيبه تجاه الحكم وهم عايزين يشحنوا الجمهور حضرتك عارف يعني مع كامل الاحترام والتقدير لاشقائنا التوانسه لكن كره القدم مع الترجي بيكون شكلها خارج الاطار اصلا. بس اقول لك على حاجه كل الكلام ده كله ده عشان يخرج نادي الزمالك من الجيم ذات نفسه. تمام. يعني ده هو 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 بيشحن وبيشحن وبيشحن واخد بالك وده هيفقد تركيزه في خلال المباراه. انت ركز في المباراه. انت بتركز دي في ان انا اشحن الجمهور اشحن اللعيبه اشحن الكلام ده كله في الاخر. صح. هتخسر. لانك انت طول ما انا هفضل اشحن 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 اللعيب ذات نفسه هيبقى نازل باغي عقله خالص. فاهم قصدي؟ دي النقطة مهمة جدا ان نادي الزمالك لازم يلعب عليها، ازاي ان انا العب على عدم تركيزهم في شحنهم للعيبة وشحنهم للجمهور وشحنهم لكل الناس عشان اقدر ان اوصل للنتيجة اللي عايزها. فده انا اعتقد ان ده في صالح النادي الزمالك مش ضده. طيب حضرتك شايف تجربة بيراميدز عاملة ازاي؟ تجربة بيراميدز دخلت علينا في الموسم الماضي من مستشار تركي الشيخ وبعد كده كملت مع الاستاذ سالم الشمسي رجل الاعمال. شايف ان تجربة بيراميدز مفيدة للكرة المصرية بشكل عام؟ هو ما في شك طبعا انت بتتكلم في الاحتراف يعني فلوس. فاهم قصدي؟ ولما تبقى فرقه زي بحجم بيراميدز ان هي تنافس الاهلي والزمالك فاعتقد ده شيء كويس وجميل. احنا نفسنا نشوف الاسماعيلي الاتحاد المصري الانديه الجماهيريه اللي هي تقدر ان هي تنافس مع الاهلي والزمالك. شفنا الاسماعيلي قبل كده اخذ البطوله المقاولين قبل كده اخذ بطوله الدوري العام. فاهم قصدي؟ احنا نفسنا نشوف الكلام ده كله. العمليه مش قاصره على الاهلي والزمالك برغم ان هم دول طبعا قطبي الكره المصريه لكن لازم احس ان 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 في فرقه تقدر بتغلس عليهم. بمعنى اصح يعني ان هي بتنافس تدخل في المنافسه انا لا هدخل وبتاع. لازم احس بالكلام ده كله. ما بقاش الدوري اهلي او زمالك اهلي او زمالك او في الكاس اهلي او زمالك. لا دي انا نفسي ان التجربه تبقى كويسه. نفسي الاسماعيلي يرجع تاني زي الاول. نفسي المصري يرجع تاني. الاتحاد زي الاول. فاهم قصدي؟ ان هو يدخل في منافسه. يعني انا بفتكر وانا عيل صغير قد ايه مثلا كنت بخرج مع جمهور نادي الاتحاد. يعني الاتحاد مثلا كان بيلعب مثلا النادي الاهلي هنا برضك الناس مش عايزه تفكر ان انا لا نادي الاتحاد اخذ كاس مصر وجاي من هناك اقسم بالله العظيم. انا كنت عيل صغير كنت بروح مع جمهور الاتحاد واطلع معاهم فرحان. طبعا فاهم قصدي؟ إن, ان ان مش عشان كسب الاهلي لا انا فرحان ان انا فرقه من اسكندريه كسبت. فاهم قصدي؟ المقاولين لما اخذ بطوله الدوري او الكلام ده انا بتكلم في ده. ده لما يبقى في فرقه او فرقتين او ثلاث فرق بتنافس ده شيء كويس جدا للكره المصريه. لان في الاول والاخر العمليه مش قاصره على الاهلي والزمالك. لا احنا عايزين نوسع الكلام ده كله في الاطار اللي هو يفيد الكره المصريه. طيب كابتن احمد احنا شفنا الجمهور بيتكلم كلام ازاي عن الكابتن احمد الكاسر. لازم نروح نشوف بقى النجوم هما بيقولوا ايه عن رايهم في الكابتن احمد الكاسر. اكيد طبعا رايهم اكيد يعني هيقولوا ايه عن حضرتك. يا ربنا يعزك. تعالوا نشوف راي نجوم كره القدم في الكابتن احمد الكاسر ونرجع نكمل معاكم. كابتن احمد الكاسر ده راجل زملكاوي جميل نجم زي ما بيقولوا نجم سوبر نجم فوق العاده. يعني
انا بقول له ربنا يكرمك وانت من المدربين الكبار واللي لسه يعني. وانا بقول لك اهو ان ما زال احمد الكاس مظلوم، اتظلم كلاعب واتظلم كمدرب، لازم ياخد وضعه. احمد الكاس لعيب كبير وجانا في فريق ال المعروف عنه بفريق الاحلام، وطبعا اضاف لنادي الزمالك اضافه كبيره قوي. احمد ومحمد دولت اخواتنا العزاز الكرام، لعيب على اعلى مستوى، ربنا يكرمهم يا رب. كابتن احمد جاسكو تقول نفسي ابقى زيه في الكوره، ولان كنت في كان هو بيلعب في نادي الاولمبي وانا كنت بروح اتفرج عليه. ربنا يوفقه دايما وربنا يوفقه في التدريب، وانا شايف ان هو مش واخد حقه لغايه دلوقتي في التدريب. وكابتن احمد الكاس ده من الشخصيات اللي انا قريبه جدا لقلبي، من الناس اللي موضوع الصوابع اللي في مصر ما بتعترضش على التحكيم سواء لي او عليه. احمد الكاس الاسكندراني ابن بلدي، صديقي واخف دم في اسكندريه زي محمود عثمان وسمير عثمان. انا بعشق الناس الطيبه ديت. بقول له يا كابتن كاس انت مقدم موسم كويس جدا، ويمكن السبوت الاعلامي مش مديك حقك، لكن انت من المدربين اللي بيشتغلوا في صمت وقادرين على قيادة دفة الفريق اللي بيسكوه بشكل جيد جدا. كابتن احمد انا استمتعت بيه في الهند، قعدنا حوالي 20 يوم مع بعض في كاس العالم العسكري، من الشخصيات الجميله جدا اللي لسه ما خدش حقه في منتخب مصر. الكابتن احمد كاس، شوف مهما قلت بامانه كابتن احمد ناصر عباس قعد معاك تقريبا في كاس عالم المانيا 2005 لو حضرتك تفتكر، بقى الحمد لله احنا خدنا البطوله. مثال ونموذج مشرف للهيد اللي الكل بيبقى يحترمه، وكان قائد موجود في كاس العالم. وعايز اقول لعمر ربيع ياسين معاك ضيف من العيار الثقيل، كاسو حبيب الملايين، عشقي وعشق كل الناس، الامين المحترم المجتهد اللي فرح الزملكاويه والاهلاويه وكل الشعب المصري. احمد الكاس من اللعيبه المميزه جدا، وطبعا المدربين المميزين، ونتمنى له التوفيق وان شاء الله نشوفه مع فرق مش في القسم الثاني. برحب بحضراتكم من جديد. طبعا يا كابتن كاس يعني انا ناس اولا بحب حضرتك جدا جدا، ربنا يعلم يعني. الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه من عند ربنا. عايز اقول لك ناس محترمه جدا، ناس مهما اقعد اشكرها او مش هوفيلها حقها، والكلام ده كتير جدا عليا يعني، انا ممكن ما استحقش الكلام ده كله. لا يا كابتن تستحق، يعني استحق. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب يعني كابتن عايز اخد تعليق بسيط من حضرتك على اللي بيحصل في الدوري الدرجه الثانيه. السنه الجايه هيبقى مجموعه واحده اعتقد هنتكلم عليه، بس انا عايز اقول لحضرتك وعايز اعرف منك النظام اللي موجود، هل ده نظام عادل ثلاث مجموعات، ولا ده بيدور بصالح الكره المصريه، ولا النظام اللي هيحصل ده هو الافيد الدرجه الثانيه؟ انت معاك البروفيسور اسلام جاهد هيبقى جاي هياخد من حضرتك واسلمه، ما انا هاخد من حضرتك القيمه والقامه الكبيره، ربنا يخليك. وبعد كده اديهم بقى احنا بقى نحلل مع بعضينا. عايز اقول لك كمان كابتن اسلام كمان شاطر قوي في الحته ديت، وفاهم حتى في الثلاث مجموعات ومجتهد جدا. وعايز اقول لك على حاجه، عينيه كويسه جدا جدا جدا, جداً على الكوره. كابتن وائل فؤاد كمان عايز يبقى الاثنين ما شاء الله معاك حلقه جميله ما شاء الله. لكن عايز اقول لك باختصار شديد يعني اولا عشان اتكلم على حته ان احنا نعمل دوري محترفين، انا اعتقد ان ده جميل، لكن ما جيش اعمله دلوقتي لان احنا لازم نختار خمس فرق هينزلوا فعلا السنه دي، صح؟ معرفش، الله اعلم. بيقولوا كده، هم بيقولوا، احنا بنسمع منه انما بتكلم على نظام الدوري اصلا ذات نفسه كان فاشل، ان هم عملوا ثلاث مجموعات ديت عشان نتكلم بصراحه، ثلاث مجموعات عشان الكرسي في اتحاد الكوره عشان يرضوا الناس كلها. بص هقول لك عشان ورزق الله وماشي، بس انا بقول الثلاث مجموعات اتعملت دول عشان 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 يبقى ليا كرسي في ده. مفيش مشكله، لكن انت ما تجيش عايز ترجع تاني للشيء كويس، يبقى برجعه تدريجيا تاني. تدريجيا ازاي يا كابتن؟ تدريجيا يعني ما اجيش انا مثلا اجي اقول لك مثلا انت 12 فرقه اشيل خمس تنزل خمس فرق او ست فرق يعني نص المجموعه، فاهم قصدي؟ طب ازاي؟ ده شيء مش معقول، فاهم قصدي؟ بعدين افتراضا هتعمل الدوري المحترفين، اوكي مفيش مشكله اعمله، هتعمله مثلا كام؟ 20؟ اوكي. الناس اللي هتتظلم اكتر ناس هتتظلم الصعيد. يعني انت عملت نظام دلوقتي بقالك اكتر من 10 سنين شغال عليه، فاهم قصدي؟ اكتر فرقه هتتظلم الصعيد فيها هنقوله مثلا الفرقه
يعني السيد هيجي مثلا اسكندريه يطلع مطروح، انت فاهم قصدي؟ يعني من اسوان لمطروح المواصلات دي كلها، الكلام ده كله مين اللي هيتحمله؟ وبعدين هم ذات نفسهم كمان امكانيات الصعيد كمان مش جامده، موجوده مثلا فرقه فرقتين في ثلاث، انما لو هطلع مره اثنين ثلاثه مش هطلع مثلا ال 12 او هنقول مثلا 20، هيطلع 19 مباراه بره، فاهم قصدي؟ دي تكاليف. قبل ما اتكلم على الاحتراف كمان في نقطه مهمه قوي، عشان اعمل احتراف للدوري الدرجه الممتاز به انا لازم اختيارات الملعب، ما فيش حاجه اسمها العب احترافيا العب في ملعب ترتان. يعني انا لما اجي اتكلم يبقى كلام مقنع، يبقى لازم الاداه اللي انا هلعب بيها الملعب ما العبش في ترتان. ده انت بتتكلم على دوري محترفين، ما الاقيش ملاعب، انا اسف يعني ما فيهاش مدرجات، ما الاقيش انا اسف يعني غرف الملابس غير لائقه سيئه، فاهم قصدي؟ فانت بتتكلم في كل ده احتراف. هو احنا كلمه احتراف سهله قوي ان احنا نقولها، بس الاحتراف يعني فيه التزام، يعني في 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 في, في نظام لازم تتحط، وبدرس الموضوع. الموضوع مش ان انا يلا بينا نعمل البتاع، لا الموضوع يمكن كان معمول قبل كده من زمان وكان على طول اوتوماتيك، انما اتغير بقى له سنين كتيره جدا، فوق ال 10 15 سنه، فاهم قصدي؟ وخلاص الناس بقت سيستم كده، فانت مش هتغير السيستم من يوم وليله، انما لازم اخده واحده واحده، ابدا ادرج لغايه لما توصل للاحترافيه اللي انت بتوصل لها. لكن مره واحده اعتقد ان ما ينفعش. اغلى هدف في حياه الكابتن احمد الكيس؟ هم كتير قوي بسم الله ما شاء الله. لا يعني بص يعني مش هتذكر قوي، لكن احلى هدف انت لما تشوفه كده تقول يا ابن اللعيبه. هو في هدف كنت او هدفين، يعني في هدف مع الاولمبي ضد العرب الكويتي في دوره في الاولمبي في اسكندريه، كانت دوره صيفيه، فكنا بنلعب العرب الكويتي وتعادلنا معاهم 2-2، كان جبت جونين بس جبت منهم جون يعني مش قادر انساه، وفي جون جبته في مع الاولمبي برضك في دمياط، في غزل دمياط، وبرضك من اهداف اللي انا برضك ما بقدرش انساها، في هدف مع الزمالك جبته مع مع ال مش في 97 في الاهلي الجون ده؟ لا 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 انت هتزعل ناس مني ليه؟ لا 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 ده جاب ده جون يا كابتن وفي الاهلي، من الاهلي النادي الكبير طبعا، لما حضرتك يجيب حد في جون والعكس انت هتزعل ناس مني ليه؟ لا 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 ده جاب ده جون يا كابتن وفي الاهلي، من الاهلي النادي الكبير طبعا، لما حضرتك يجيب حد في جون والعكس. لا لا طبعا النادي الاهلي، انا بتكلم على الهدف طبعا يا كابتن. خلي بالك انا جبت في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، جبت في 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 في, في معظم حراس المرمى في الاهلي، يعني جبت في الكابتن شوبير، جبت في الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، في الكابتن اكرامي في ماتش ودي، في الحضري، في وجبت جوان كتيره جدا على في الزمالك، يعني برضك انا جبت في الزمالك كتير. طب يا كابتن يعني لو قلت عليك بقى ايه، هل الكابتن احمد الكيس الراجل الخلوق المحترم من المؤدب اتفرض عليك عقوبه في يوم من الايام؟ بجد والله؟ والله بس إيه؟ كان ظلم بالنسبه لي، كنت مع الزمالك في مش فاكر الفرقه اللي كنا بنلعبها ايه، فبلعب هناك، فكان هم قال لك يعني هو احمد الكاس هو ده هتمسكه الكلام ده كله، فانا بلعب، ف يعني عايز اقول لك يعني اللعيب ذات نفسه راح عمل معايا حركه مش كويسه، يعني بثق في فانا فبقول له ابعد كده، فليه كده يعني؟ الحكم شافك انت ما شافوش؟ لا ده انا ما جيتش جنبه، بقول له قله الادب دي، وراح تزقه كده وقع، والله ايمن وقف تعالى طرد والله العظيم، ودي كده والله وطرد، وبعدين تقرير، وبعدين بالصدفه بقى هم فرقه المغرب ديت راحت عامله لنا حفله، رحت جايب اللعيب قلت له جيت جنبك، قلت له طب تعالى، وبيتكلم فرنساوي بقى، تعالى كلم الناس دي قول لها، فقلت له قعد يتكلم معاهم بقى، وفي الاخر برضك اخذت الطرد، هو كده اخذت، بس يعني عمل لي ماتش واحد. طيب اكبر عقوبه حضرتك فرضتها على لاعب عندك كانت ايه؟ بدون ذكر اسمه يعني. لا بص هقول لك على حاجه، انا ضد ان انا افرض عقوبه مالية. الا لو ماليا، ما هو ماليا، ما هي دي عقوبه كابتن، ماليا وفنيا، دي عقوبه ودي عقوبه. خصمت كام اقصى مبلغ خصمته من لاعب؟ لسه بخصم اصلا. هتخصم دلوقتي؟ لا لا بتفكر في حد دلوقتي؟ بكره انا عندي تمرين بكره مع ابو ايه اسمه ده، فاهم قصدي؟ فانا بخصم منهم كل واحد 50 جنيه يشوط الكوره كده، بخصم منهم 50 جنيه. بتلكك لهم يا كابتن، بتلكك.
طيب يعني كابتن الصندوق الاسود هل معانا وقت نكمل؟ طيب نروح يا كابتن الصندوق الاسود كده، هي حاجه بنلعبها في اخر كل حلقه. كان بحضرتك تلاقي في صندوق كده على يمينك، طلعه قدامك يا كابتن كاس، حطه قدامك. ده يا كابتن صندوق فيه اسرار، افتحه يا كابتن بقى، افتحه، حط الغطا جنب حضرتك، قلب الورق وطلع ورقه. طلع ورقه، ده فيه سر من اسرار الكابتن احمد الكاس. قول لي يا كابتن بقى ايه رقم يعني رقم السر الاول، رقم كام؟ رقم 2. سر بيقول عشان نعرضه على الشاشه، سر رفض عرض تشيلسي رغم موافقه النادي على بيعك بمليون جنيه. احنا اتكلمنا فيه خلاص وقلناه ده. طيب الحمد لله. السر اللي بعديها يا كابتن، حضرتك سيب الورقه بره كده، مش هتلاقي اسرار تاني. لا يا كابتن فيه، حضرتك مفاجات يا راجل. رقم كام يا كابتن؟ رقم 5. رقم 5، السر بيقول سمعنا ان حضرتك كنت عاوز تسجل شريط بصوتك، ايه الحكايه؟ فتحك يا كابتن كاس، قلت لك في مفاجات حضرتك مش عارفها. لا صوتك حلو الاول يا كابتن. لا مش قوي، لا لا صوتي مش حلو، بس انا يعني عارف ايه، انا كواحد نوبي من ابناء النوبه، وعلى فكره انا بفتخر ان انا نوبي. بطبيعتنا احنا بنحب الغنى، وانا حتى يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن اسمعها دلوقتي الاغاني النوبيه يعني. مش الكينج محمد منير؟ طبعا طبعا، ده حبيبي الناس كلها. حبيبي طبعا. فانا صغير، مش يعني بكامل صحابي اللي بيخطب اللي بيتجوز وبتاع، فبعد ساعات يطلع اغني فاطلع اغني بتغني تقول لك بتقول اغاني نوبيه يعني ولا اغاني عامه بشكل عام؟ بغني اغاني محمد منير يعني، ممكن اديني حته كده يعني كده. مثلا في اغنيه مثلا كوكو البذور، دي بتتقال بالنوبي وبتتقال بالعربي. الليله يا سمرة طبعا كابتن، حته نوبي من اغنيه محمد منير. صعب 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 يعني، صعب. يعني اصل النوبي يا كابتن كلمتين ثلاثه كده، قولي الاغنيه بتقول ايه بالنوبي يعني، انا حتى راك يعني ما تاديش بنفس الاداء، بس قولي الاغنيه بتقول ايه بالنوبي يعني. هو بتاعت الكون كله بيدور يعني، اسمر شيريتو ودس كناريكو يعني، فاهم قصدي يعني يعني صعبه. على فكره انا بفهم نوبي كويس جدا. طبعا يعني. طب محمد منير علاقتك بيه يا كابتن؟ لا ده حبيبي يعني، وحبيب الناس كلها. تتكلموا وتتواصلوا؟ طبعا طبعا. في الفتره يعني الاخيره دي كان عنده بعض الظروف. طبعا يعني طبعا ربنا يصبره طبعا. طب وحالته عامله ايه يا كابتن؟ الحمد لله كويس. احسن صحيا الحمد لله. الحمد لله كويس الحمد لله يعني. طيب السر، نروح طب للسر اللي بعديه علشان خاطر ايه؟ عشان نلحق، عشان اسلام زمانه دلوقتي هيضربني بره. لا لا خالص يا كابتن، مع انه هو هنمد لهم وقت كتير. رقم كام الاول؟ 1. رقم 1، السر بيقول قبل ما الكابتن يرجع في كلامه عشان شكله سؤال، مستشار مرتضى منصور اتحايل على بند في عقدك مع الاولمبي لضمك الى الزمالك. يعني تحايل، مش تحايل اللي هو ما انا فاهم. لا 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 لا، اولا هو كان في البند عندي، كان في بند ان انا احترف سنه بره. تمام. ما كانتش يعني، هو بقى الحته ديت طبعا انا ما افهمش في هو بيفهم. فهو مش اتحايل، لكن هو كده كده انا اللي كنت كمان مصمم على الكلام ده كله، لان لو ما حصلش كده انا كنت ممكن ابطل كوره، ودي ممكن اول مره مثلا تسمع مني الكلام ده كله، لان اول مره ازعل من النادي الاولمبي. عشان انا عمري ما زعلت من النادي الاولمبي مهما حصل فيا. زعلت من النادي الاولمبي لان كان في اتفاق مع رئيس النادي ان انا هعمل عقد 3 سنين، ويعمل لي سنه من خلال الثلاث سنين دول، سنه منها احترف بره او لنادي عربي. لنادي عربي، فاهم قصدي؟ احتراف يعني، اطلع بره اسكندريه، بره النادي، المهم ان انا فجيت السنه اللي في النص، كان النادي الاولمبي بيصارع من اجل البقاء. وكابتن بورا الله يرحمه طلب مني ان انا ابقى متواجد، لان الفرقه ممكن تنزل و و و الكلام ده كله، وخلي السنه ديت تبقى السنه ايه، تبقى الثالثه، بحيث انك انت تمشي. فقلت له خلاص ما فيش اي مشكله، ده النادي بتاعي وما اقدرش ان انا اسيبه في الوقت ده. والحمد لله رب العالمين، فضلنا برغم ان احنا اتنقل الدور الاولاني كله كامل بره اسكندريه، كان في عقاب علينا. ولعبنا والحمد لله فضلنا في الدوري الممتاز الف. فلما جيت اطلب ان انا اطلع السنه الثالثه اللي هي الطبيعيه بالنسبه لي، انا خلاص انا اديت السنتين ان انا بتاع، قال لك لا. قلت لهم ده انا ضحيت بالكلام ده كله من غير ما اي حاجه، فزعلت. زعلت مش عشان حاجه، زعلت ان انا ما قصرتش. لكن في الاول والاخر
زعل مؤقت، وده كانت اول مره ازعل من نادي الاولمبي بعد ربنا سبحانه وتعالى لفضل على طبعاً. على احمد الكاس. وبالمناسبه مع عندهم ماتش بكره ان شاء الله باذن ربنا يوفقهم بكره ان شاء الله باذن الله، وتبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله يوفقوا ان شاء الله باذن الله. في اسرار ثانيه يا كابتن ولا الورق خلص؟ لا هو في اسرار ثانيه بس مش عارف بقى اطلعهم بقى وخلاص بقى الاثنين مع بعض. ماشي قول لي اول واحد بس يا كابتن، اول واحد رقم كام؟ رقم كام يا كابتن؟ ما تضحكش ما عجبكش ولا ايه؟ رقم كام يا كابتن؟ اصلا مش هتكلم فيه. مش عايز تتكلم فيه؟ لا. طيب يعني اللي هو رقم 3. طيب خلاص بلاش رقم 3. طيب في رقم 4. رقم 4 تمام. بيقول احنا اتكلمنا فيه، ولا حضرتك سر انتقالك لنادي الزمالك. طيب علشان خاطر بس يعني انا عايز اوضح للساده المشاهدين ان السر اللي كابتن احمد الكاس ما رضاش يتكلم فيه، هو يعني راجل بيحب النادي الاولمبي جدا، وهو يعني الموضوع ليه علاقه بنادي الاولمبي، وكابتن احمد الكاس مش حابب يتكلم على اي حاجه، وبالتالي ده احنا بنحترم فيه ده، وبنحترم طبعا اي رغبه كابتن احمد الكاس. بص عمر معلش انا واحنا بنحترم حضرتك في ده كابتن. لا والله. انا عايز اقول لك على حاجه، مهما اختلف مع اشخاص تمام. داخل النادي الاولمبي، انما سيظل النادي الاولمبي الكيان الكبير جدا اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد امي وابويا لي فضل على احمد الكاس. مهما كبرت ومهما عليت هبقى بفضل الله سبحانه وتعالى صم بالنادي الاولمبي. النادي الاولمبي كبير بابنائه كبير، لان انا اتعلمت يعني ايه اخلاقيات، يعني ايه مبادئ، يعني ايه قيم من خلال ناس كبيره جدا، كابتن ابراهيم الجوين الله يرحمه، كابتن محمود باك، رؤساء نادي ظلوا يعشقوا النادي الاولمبي، ربنا يديله الصحه اللواء اسماعيل اليمني وكابتن سعيد قطب وكابتن مصطفى شتا، يعني ربنا يبارك في عمرهم. فتعلمنا يعني ايه مبادئ، يعني ايه قيم، يعني ايه اخلاقيات، يعني ايه انك انت تبقى ما تبقاش كذاب، فاهم قصدي؟ فكل ده اتعلمته من النادي الاولمبي. فمهما كبرت ومهما عليت النادي الاولمبي هيظل بالنسبه لنا الكيان الكبير جدا، اللي اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله بغض النظر عن اي حاجه حصلت. صح ما تهمنيش، انا يهمني الكيان ذات نفسه. كابتن احمد انا مش عايز الحلقه تخلص. ربنا يخليك، ده انا اللي سعيد جدا بيك والله يا عمر، وانا يا رب بس ما كنتش انا قلت اللي في قلبي على فكره، ما بخبيش حاجه يعني، وخلي بالك انا مش مرتب اي حاجه ولا مرتبه، لكن انت مذيع شاطر ربنا يخلي حضرتك بامانه، والمؤدين وبقيه الكاست انا مش بجامل والله العظيم، انا مش يعني انا مش بجامل والله، انا انت مذيع شاطر ومعاك كاست جميل جدا ومحترم، ودي المهمه قوي ان هم بيحبوا العمل ده، واي عمل فيه اخلاص لازم ينجح، فان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن، شرفتني ونورتني واستمتعت بيك جدا، من احلى الحلقات كده اللي عملناها في نمبر 1 مع النجم كابتن احمد الكاس. بشكرك يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا عمر، ربنا يخلي حضرتك. للاسف خلصنا الجزء الاول مع الكابتن احمد الكاس نجم الكره المصريه ونجم نادي الزمالك والاولمبي، واحد من اللعيبه القليله المحترمه اللي عندها اخلاق، اللي عندها تاريخ طويل جدا جدا، اللي احنا اتحايلنا عليه عشان يكون موجود معانا، هو قليل الظهور جدا ما بيحبش يتكلم، لكن الحمد لله جبناه علشان يطلع كل اللي في قلبه. لسه مكملين معاكم بعد الفاصل مع الكابتن وائل فؤاد والكابتن اسلام مجاهد ودوري الدرجه الثانيه، هنحلله وهنتكلم عليه بشكل مفصل ولكن بعد الفاصل.